ما إن عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلستها المخصصة لمناقشة قضية المخطوفين، ولا سيما المخطوفين الأخيرين جوزيف صادر وشبل العيسمي، حتى زاد الخلاف سخونة على أعلى المستويات بين جبهة دبلوماسية سورية وجبهة أمنية لبنانية. ذلك أن المعلومات التي قدمها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي عن اختفاء العيسمي وربط قضيته باختطاف السوريين الثلاثة من آل الجاسم لم تلقى استحسان السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي ذهب برفضه إلى حد الاستغراب تجاه ما سماه بسوق الاتهامات. هذا كله وسط صمت رسمي لبناني يرفضه فريق المعارضة، شأنه شأن شخصيات موالية أثارت القضية مرارا. وما تكلم اللواء أشرف ريفي إلا عن دراية وعن معطيات وعن أدلة وبراهين تؤكد هذا الموضوع. هنالك ملف قضائي عند المحكمة العسكرية بحق ضابط لبناني في قوى الأمن الداخلي وبعض العناصر اللي ساهموا بخطف الإخوة آل الجاسم الثلاثة بالتنسيق مع السفارة السورية والمخابرات السورية وأخذوهم إلى داخل سوريا. لا أعتقد أنه أحد يصدق السفير السوري طالما انه في اناس خطفوا من لبنان. مين عم يخطفن هدول؟ قوى 14 اذار ولا شبيحه النظام السوري والمؤيدين المتابعين من قبل السفاره السوريه يلي هي اصبحت وكر لاداره هذه الاعمال الارهابيه والاعمال التي تطال للمعارضين السوريين وخطف وادخال الى داخل السوري. الظاهر جدد وصف الحكومه بحكومه بشار الاسد الفاقده للشرعيه الشعبيه والعامله على تزيين اعمال النظام السوري والتغطيه على ممارساته الشاذه من خرق للحدود واختطاف لمواطنين ومنع للتظاهر داخل لبنان. هذا الامر لا يحصل مع تركيا من قبل النظام السوري ولا يحصل مع الأردن، يحصل فقط في لبنان باستباحة للنظام في لبنان للأرض اللبنانية. وأعتقد أنه لو كان الحكومة تملك قرارة وتدافع عن السيادة اللبنانية كان تم طرد السفير السوري من لبنان وكان تم قطع العلاقات مع هذه الدولة التي يعني تمارس الإرهاب والاعتداء على لبنان كدولة. وأكد الظاهر العمل على رفع الصوت في وجه الحكومة المتقاعسة لوقف الانتهاكات السورية لسيادة لبنان.